ازيكم عاملين ايه؟ وجيت لكم تاني في بارت 2 من جولة في ايكيا. الفيديو التاني متأخرتش عليكم ولا حاجة. تعالوا نكمل مع بعض. الحاجات اللي كانت موجودة دي هراسة البطاطس او كده، بس معرفش ليه حسيتها كبيرة قوي. يعني القصة الواحد بيسلق بطاطسيتين وخلاص يعني وبعدين بهرسهم بالشوكة. بحس ما جبتش حاجة زي كده بصراحة، مش حاسة ان هي مهمة، او يمكن هي بتعمل بيها حاجات تانية مثلا. ودي بتاعت قطعة البيض. ودي بتاعت مفرمة الثوم بأشكال بقى ومقاسات وأحجام مختلفة. مصافي يا بنات، تجيبوا مصافي على قد ما تقدروا عشان بتحتاجوها حرفيا في كل حاجة في المطبخ، بس ما تجيبوش حاجة زي كده اللي هي كلهم نفس المقاس. يعني هاتوا مقاسات متفاوتة من أصغر مقاس خالص لغاية أكبر حاجة. ودي عندي بس الشفافة اللي هي الإزاز أو البايركس عندي. دي سعرها 450، بس انا عندي اللي هي الشفافة، بحس ان هي احلى بشوية، لان قبل ما الفلفل بيخلص بتعرفني ان هي قرب يخلص يعني. ودي بنحط فيها المعالق، طقم التوزيع وكده، تنفع برضو المعالق شوك حاجات كده. مش فاكرة دي كانت ايه بصراحة، تقريبا دي اللي بتتحط في الحوض في الصفاية. قطعت التفاح، حاجات الكيوت دي ما جبتهاش يا جماعة بصراحة. هرست البطاطس وقطعت البيض والتفاح، دي ما جبتهمش العيال يعني، ما حسيتش ان هما مهمين. انا بقطعهم من غير قطعات بدل ما ياخدوا مساحة في الدرج. بكره الكراكيب جدا. هنا كان القسم بتاع المفروشات، الكوفرتات تقريبا، كفرات السراير والملايات والحاجات دي، خداديات. هنا بقى الحفة، جمع الحاف يعني. هنا ده الواقي بتاع المرتبة او الكفر بتاع المرتبة، مهم جدا اوعي تتجوزي من غيره. كان اي حاجة تتدلق، اي حاجة تتبهدل السرير، ازازة مية، كوباية نسكافيه كده يعني. اللحاف بقى هنا احلى حاجة في الموضوع ده، ان هما بيحطولك اللحاف بتاع الصيف وبيكتبوا عليه، واللحاف بتاع الشتاء وبيكتبوا عليه، واللحاف اللي هو دافي، اللحاف بارد، وادي الاسعار من اول اللحاف اللي هو الخفيف لغاية اللحاف اللي هو دبل او اكبر حاجة. الاسعار معقولة جدا يعني، بيكتبوا بقى الحاف بارد، الحاف دافئ، الحاف معتدل، مش عارف ايه. عجبني الفكرة يعني. جميلة الخيمة بتاعت الأطفال دي. الكوفرتات دي أنا جايبة زيها بالظبط، أهي اللي هي الروز دي، عملية جدا حلوة قوي 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 قوي. سبعمية وشوية. برضو لازم تجيبي كفرات للسراير بتاعت الأطفال، مهمة جدا عشان بس المراتب ما تتبهدلش. تعالوا بقى اوريكم الديكورات بتاعتهم في الحمامات او التقسيمات والنظام بتاعهم وكده. المراية اللي فيها اضاءة حلوة جدا، الحوض اللي بيونت من تحته كده او وحدة، جميل. دولاب بتحط فيه بقى كل حاجة، فوط،
منظفات، اي حاجه منظفات ممكن، والمناديل او كده تتحط في اليونت اللي تحت الحوض، منظفات بالاخص. كمان هنا زي الدرفة كده برضو لذيذة، بس طبعا الكلام ده يعني هم حتى لو تلاحظوا عاملين على حمامات ضيقة او صغيرة، علشان لو فعلا الحمام عند حد صغير بيدوله افكار انه او ممكن يبقى صغير، بس فتحطي مثلا يونت او وحدة صغيرة كده بتاع، ف يعني لذيذ. عجبني كمان البانيو ده ان هو صغنون كده وواخد زاوية، وبرضو الرفوف دي حلوة قوي، شفتها قبل كده بتتباع اونلاين بس اقصر شوية. برضو شايفين اللي متعلق عليها الفوط كمان لذيذة. مش بميل للألوان الغامقة، الأسود والجري والحاجات الغامقة دي في الحمامات، مش عارفة ليه. أنا يعني تقريبا من أنصار كمان الألوان الفاتحة، عموما بحب الفواتح قوي في العفش والديكورات وكده. دي بقى يا جماعة اختراع، دي ترابيزة مكوى بتاعت سرير، يعني بتحطيها على السرير وانت بتكوي، وب200 جنيه، يعني مفيش احلى من كده، ب200. وطبعا في الكبيرة خالص اللي هي اللي عندنا كلنا دي، انا كنت هجيب اللي هي بتاعت السرير بس قبل الجواز على طول، وكنت مزنوقة في الوقت جدا وبتاع، فما ملكتش ان انا اروح اجيبها من ايكيا، فجبت الكبيرة. ودي بخاخات عشقي عشقي، بخاخات بستخدمها في حاجات كتير قوي، بخاخة للمطبخ في الاكل، بس ساعات بستخدم بخاخة مية في حاجات معينة للاكل وللمكوة طبعا، مع ان المكوة بتاعتي فيها بخاخة منها فيها يعني، بس بحب برضو كده، وللزرع ولل كل حاجة. ده كوفر لترابيزة المكوة. بس فعلا لو انت بتجهزي مثلا ولسه ما اشتريتيش مكوة، ترابيزة مكوى يعني، هاتي بتاعت السرير دي، على اساس مثلا ايه، انت لو بتكوي كمية كبيرة من الهدوم تكوي وانتي قاعدة، فما تتعبيش. بصوا المراية دي كانت معدن ب450 اعتقد، بس اكيد لا معقولة، مكتوب عليها 450. بتتعلق في الحيط، بتتعلق كده على الحيطة. بس دي مش ما هي ب450 ليه، هي مش خشب، هي معدن، زي ما تكون معدن، فاهمين حاجة؟ فممكن هي عشان كده يعني، هي خفيفة شوية. أفاجورات كتير بقى، كتير 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 كتير، وأسعارها متفاوتة وحلوة جدا، وأشكال كتير جدا، اللي هو لو انتي مثلا ما عجبكيش الكلاسيك هتلاقي المودرن، الحاجات السيمبل والحاجات اللي هي فيها شغل كتير، يعني مؤكد هيعجبك حاجة، لان هم حاطين تشكيلة كبيرة قوي قوي بكل الستايلات تقريبا، كل الديزاينات. فبصوا عاملين الستايل اللي هو زي النجفة، والنجفة بيبقى زيها نفس الشكل برضو افاجورة، فاللي هو تقدري تعملي طقم كامل مثلا للكومودينوهات مع النجف يعني. ده بقى شمع بس من غير ريحة، عامل زي الأحجار كده.
هنا كنت بدأت امد بقى عشان كنت تعبت. كل ده شمع فانيليا وريحته رائعة. الشمع الكبير خالص ده اللي انا جريت من جنبه ده ملوش ريحة تقريبا، ملوش ريحة. ده طبعا ليه، ده تحفة، ده تحفة. وده كمان اللي هو الأحمر وريتهولكوا في الفيديو اللي فات. للناس بقى اللي بتحب الورد البلاستيك في الديكورات انها تتحط كزينة كده في حاجات معينة، هنا بقى لقيت ورد بلدي او زرع عموما طبيعي، وكانت اسعاره رخيصة جدا جدا. وحاطين برضو الحاجات اللي ممكن تلبسي فيها الزرع نفسه وكده. بس يعني بصوا، لقيت نعناع وروزماري وورد بلدي وصبار، كل حاجة يعني لقيت كل حاجة، والطبيعي كله ورد بلدي. بس معرفش ليه ما حبيتش اشتري منه، لسبب حسيته مرهق كده ومجهد. واكيد مش قاعد في الشمس يعني، واكيد كل الحاجات دي بتتحط في اليوم ويرجعوا يشيلوها تاني اعتقد، لان اكيد كل ده لو مش في الشمس هيبوظ يعني. ده كان نعناع طبعا عشقي. بس خلي بالكوا يا جماعة ان انتوا لو حد بيشتري زرع وكده والمكان اللي عنده فيه عصافير، مش شرط يكون مربي عصافير، بس بصوا كانت مجهدة ازاي. دي نعناع برضو. فلو حد مثلا عنده في المكان نفسه، يعني مش شرط يكون هو مربي، بس لو انتي بلكونتك بيجي عليها عصافير كتير او في منطقة فيها جناين او زرع او كده، فالنعناع هيتاكل، هيفطروا كل يوم منه الصبح لحد ما يخلصوا لك النعناع كله. فهما شتلات صغيرة كده وسعرها حلو جدا. تقريبا الشتلة بتاعت النعناع كانت ب9 جنيه تقريبا، حاجة زي كده. في كتير بقى، كل ده طبيعي، كل ده طبيعي. دي تقريبا الزرعة اللي هي الوينكا او البينكا روزا، بس مش مطلعة الورد بتاعها. استنوا شوية كده خطوتين كمان لورا وهوريكم حاجة اختراع جميلة قوي. بس استنوا، تقريبا بقى ده زرع ظل، يعني ده بيتحط في الشقة من جوه، ما بيحتاجش الشمس. لذيذ يعني. في حاجات من دول ما بتحتاجش الشمس، سعرها اللي هي الكبيرة قوي دي 500 ودي 250، يعني في الرينج ده. ده كمان ظل على ما اعتقد يعني. ده مش ظل. بصوا بقى، ده لو انتوا كنتوا شفتوا منه على النت، بصوا ده بيتحط في الارض، بيتركب واحدة جنب واحدة جنب واحدة زي البلاط كده مثلا او السيراميك. بيتركب ده بلاستيك، بيتركب في الارض في البلكونات، واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة، لحد ما بتملي منه البلكونة كلها. وفي منه كمان النجيلة الخضراء اللي هي القصيرة بكل الأشكال وكل الأنواع وكل الألوان، وبيتباع بالمتر. تمام. فتقريبا أنا يعني تقريبا مكتوب عليه المتر كان عامل تقريبا 60 أو حاجة زي كده، أو 40، حاجة زي كده يعني. مش غالي قوي. وده بيبقى شكله لما بيتفرد في الارض وبيتركب كله جنب بعضه. فممكن تحطيه في جنينة، في بلكونة، وبلاستيك يعني، وبيتنضف وبيتغسل وبيتركب تاني، بيتفك وبيتركب وكده. فعجبتني اول فكرة. انتي ممكن تجيبي على قد بالظبط، يعني تبقي عارفة البلكونة بتاعتك قد ايه مثلا،
وتعمليها كده وتقفليها كلها بالسعر ده بالشكل ده قصدي. فعجبتني الفكرة بصراحة. بصوا اهي برضو معمول منها شكل تاني، بس جراي رمادي فاتح كده. طبعا احنا كده كنا لفينا في اي كيك كلها وخلصنا. هي متعبة فعايزة يوم من اوله كده. بصوا ده الزرع اللي وريتهولكوا في الاول، صبار، بس دول بيتباعوا تقريبا كلهم تلاتة مع بعض ب129. كان في واحدة بتتباع في الأول، وريتلكوا الفيديو التاني ب49. يا رب تكونوا اتبسطتوا، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.